بلبس النظاره بس. مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من ممكن. قبل ما ابتدي وكنت حاطط خطه انا شغال ازاي بالاخبار المهمه، والمهم دائما يبدا بالاحداث الساخنه، ولكن رساله على الاس ام اس ابتدت قبل ما نبتدي البرنامج بتقول: ماذا تفعل لو كنت مكاني؟ مراتي مريضه ازمه صدريه وسكر وضغط عالي، والنور بيقطع كل يوم اكتر من 7 ساعات على 3 مراحل، اعمل ايه؟ فقلت لا هغير. ابعتوا اللي انتوا عايزينه وهفتح لكم التليفونات. كل واحد عنده ازمه من الكهرباء بتنعكس على حياته، يعني الاشياء العاديه ماشي، لكن كل واحد بتنعكس على حياته انقطاع الكهرباء يدخل يحكي لنا حكايته. هناخد ربع ساعه سريعه تقولوا لنا فيها ايه، وهقول لكم الدنيا فيها ايه في الكهرباء. بس قبل ده لازم اقول لكم عندنا ايه النهارده. انا معايا النهارده، سجلت قبل الهوا بشويه، مع السيد المستشار احمد سليمان وزير العدل المصري. وعايز اعتذر لكم، البرومو بتاعنا بيقول ان في اول حوار تلفزيوني، هو ساعه ما البرومو اتعمل ده كان اول حوار تلفزيوني، لكن هو طلع امبارح في التلفزيون المصري. لكن مش عارف، انتوا اللي هتشوفوا الحوار. اتمنى ان يجيب على الاسئله اللي انتوا عايزينها. انا طرحت كل الاسئله فيما يتعلق بملف قانون استقلال السلطه القضائيه، بالتغول على القضاء، بتطهير القضاء وما فيه، بالدفع الجديده اللي مفروض تدخل الدفعه الجديده، هل هناك وساطه بالفعل؟ هل ابناء القضاه لديهم تمييز في هذه الدفعات؟ اتكلمنا كمان عن النائب العام السابق والنائب العام الحالي ومشروعيه وجود النائب الحالي ومساءله النائب السابق، والحديث عن ان وزاره العدل طلبت التحقيق في بعض الاتهامات او قبول هدايا، حدوته كده لا علاقه بقبول هدايا ثم سداد او ارجاع قيمه هذه الهدايا او جزء منها. استوقفتني لحظة حسبكم تشوفوها لما بكى وزير العدل المصري، فاجئني وانا بكلمه انه بيبكي. كانت لحظة دقيقة وحساسة وانسانية، قلبه رقيق، رجل صعيدي. حصلت على اجابات في بعض الاشياء ولم انجح في الحصول على اجابات اخرى، والتمست العذر. فالرجل يجلس على مقعد يحاول فيه ان يجمع شتات القضاء، وهو لا ينكر ان القضاء أصابه الكثير من داخله وخارجه، وأن هناك من يستغلون القضاء سياسيا لأهدافهم. لم يوافق على ما يسمى بقضاة مصر، له تحفظات على أداء نادي القضاة. دعوة مباشرة للمستشار أحمد الزند وجهها له في لقاء معه. حسبكم تشوفوا اللقاء بعد ما نتكلم عن الكهرباء، لكن لو ذكر خبط على الباب، لو ذكر خبط على الباب طلاب المدارس الثانوية العامة في الإسكندرية، عملوا حملة. اللي عمل الحملة دي اسمه مصطفى الدقاق، طالب في ثانوية عامة، بيقول لك فاضل شهر على الامتحان ومفيش كهرباء ومش عارفين نذاكر. فلما عرضت الفكرة على أصحابي عجبتهم، فبدأوا يطبعوا بوسترات. البوستر بيقول إيه؟ بيقول رسالة إلى المحصل: لو ذكر خبط على الباب، لو ذكر خبط على الباب مش هندفع لك ومش هندفع فواتير، والفواتير راحة للناس كأن الكهرباء يا عيني ما بتتقطعش أبدا، غرقانين كهرباء. هاتوا فواتير السنة اللي فاتت وفواتير السنة دي وشوفوا الأسعار والفلوس اللي جاية لكم. الدولة عايزة فلوس، بس الدولة أو الحكومة ما هياش حكومة جباية، ما تعيشناش في ذل وعذاب وبعدين تيجي تقول لنا ادفعوا فلوس كتير، وادفعوا فلوس كتير كأنكم شغالين الكهرباء بالكامل طول الوقت. ثانيا، حرام اللي بيحصل في المستشفيات وفي البنوك. خليني اقول لكم، في كفر الشيخ، بمناسبه لو ذكر خبط على الباب، في كفر الشيخ ايضا رفضوا انهم يدفعوا الكهرباء، وقال لك احنا الكهرباء مقطوعه وجاي الفواتير كتير ليه كده. المساله ما عادتش تكييف ولا مروحه ولا ميه ساقعه ولا بطيخه ساقعه مع حته جبنه بيضه، حاجه بسيطه جدا انك تاكلها في الحر اللي احنا فيه ده، ما حدش طايق ياكل. حلوة قوي الجبنة، ولو لقيت بطيخة حمراء والبطيخ مستواه بادئ كده ما يبشرش يبقى كويس قوي. لا مش هتبقى ساعة، هتبقى سخن. بس القضية أكبر من كده. القضية إن الناس في البنوك أصبح لديها أزمة. الكهرباء لما بتقطع على البنك، لما بتقطع في مكان، لا أنت عارف تسحب فلوس، لا أنت عارف تحصل شيكات لو شركة، مش عارف تعمل أي معاملات،
الشبكة كلها بتقع، البنوك في حالة ارتباك شديدة نتيجة لانقطاع الكهرباء في مناطق مختلفة. طيب أهالي بيها اللي عملوا إيه؟ قطعوا شريط السكة الحديد. إيه علاقة شريط السكة الحديد يا الله؟ على فكرة أنا مش موافق على فكرة قطع طريق، إغلاق طريق عشان الكهرباء قطع. بتضغطوا على مين؟ ما أنتوا بتضغطوا على مواطنين زيكم. وأنتوا متخيلين مواطن غلبان راكب قطر ولا عنده مشوار ولا عنده شغل، لما تقطع له الطريق وتوقفه بالساعات استفدت إيه؟ أنت فاهم إن الحكومة دي يعني قلبها بيرفرف كده وبتقعد تعيط وتقول يا عيني على الغلابة اللي في القطر؟ ولا في دماغهم. الحكومة مشغولة بحاجات تانية. لو مشغولة بالكهرباء ما كانتش سابتنا لغاية دلوقتي، كانت حلت من زمان. لكن هي احنا بنأذي بعض، احنا كشعب بنضر بعض وبننتقم من بعض، وده شيء مش في بني سويف ايضا شيء مش كويس عشان الجملة تكمل. يعني بقرى المحافظة كل 7 محافظات في بني سويف بتتقطع الكهرباء بحجة تحميل تخفيف الاحمال نتيجة نقص في امدادات السولار. بتقطع الكهرباء هناك 3 أو 4 مرات، بتتقطع أكتر من ساعتين. بيبا ما بتشوفش، يعني يقول لك أحيانا الكهرباء بتيجي 4 ساعات في اليوم في 24 ساعة. في البحر الأحمر الدنيا كارثة. أصحاب المنشآت والفنادق السياحية بمدينة الغرداء بعدد كبير من الشكاوى راحت لغرفة المنشآت الفندقية بالمدينة بعد أن قدم السياح بشكوى إلى إدارة الفنادق. مش السياح ده، في سائح قال لهم إيه؟ أنتوا عندكم الساونا مجانا. أنتوا عارفين إن في سياح ألغوا حجوزاتهم وسافروا؟ الكهرباء بتتقطع طويل، مفيش تكييفات، درجة الحرارة النهاردة كانت 40، وإحنا بنقول بسم الله درجة حرارة عالية جدا. مع قطع كهرباء بقى تبقى كملت. يعني في أسوان أهالي قرية ريدة والقرى المجاورة قطعوا الطريق الزراعي مصر أسوان السريع لأن الكهرباء بتتقطع كتير. عايز أقول لكم مفيش فرق، كلنا بتتقطع الكهرباء عندنا من 2 لـ3 يوميا على الأقل، وكل مرة بتقعد لها من ساعة لساعة ونص وأحيانا ساعتين. مواطنو مدينة دسوق تحديدا في كفر الشيخ قالك إن الكهرباء بتقطع 3 ساعات كل مرة لمدة 3 مرات في اليوم، يعني 9 ساعات مفيش كهرباء. فطلعوا رفضوا دفع الفواتير. كهرباء أزمة طوال الوقت، أي حد عنده مشكلة كبيرة من الكهرباء يتفضل يكلمنا نسمع صوته. جريدة الوطن وهي لم تنسب الخبر إلى مصدر، مش عارف إيه مصدره، قالت إن في تعديلات قانون الضرائب على الدخل، شريحة جديدة علشان كده تصبح شرائح الضريبة 5 بعد استبعاد أول 12,000 جنيه قيمة حد الإعفاء الضريبي. هيكل الشرائح بقى ايه بقى؟ 10% على دخل الفرد من 12,000 لحد 30، وارجوكم ركزوا معايا، من 12,000 لحد 30,000 جنيه الاولى بتدفع 10%، 15% للي يزيد دخله عن 30، بس بسرعه لو حرحقينه قال لك لحد 45 بس ناخد 15%، نسبه شريحه قد ايه؟ وبعدين من 45 لحد 1,000,000 جنيه ياخدوا 20%. يعني واحد بياخد 13,000، 13,000 ده لا بياخد 30,000، 30,000 انتوا عارفين يعني ايه؟ يعني 2,500 في الشهر، يعني مش دروش خصوصيه، يعني ما تكفيش ميه وكهرباء، يعني ما تكفيش لحمه مره في الشهر. يتساوى مع واحد بياخد 950,000 جنيه، بياخد 1,000,000 جنيه يتساوى معاه، لكن من 30 ل 45 ياخد 15%. ليه؟ ليه ما وسعناش الشريحه؟ ليه ما اعفتش، ما خليتش حد الاعفاء اعلى وهتتعوض من اللي دخلهم كبير؟ يعني ليه ما قلتش حد الاعفاء لحد 3,000 جنيه في الشهر تستحق الاعفاء؟ ده يستحق الصدقه. 3,000 جنيه معلش بتعمل حاجه، عارف ان في ناس بتاخد 900 و800، بس 3,000 جنيه اللي واحد اب او اسره فيها طفلين او ابنين وزوج وزوجه ما يعرفوش يعيشوا بيهم. ما يقدرش يدفع ايجار وكهرباء ودروس ومدارس ولبس واعياد وطبيخ، مش ممكن. فانت ليه زانق 15% من 30 ل 45، وبعدين جه قال لك ايه؟ و 25% لمن يزيد دخله على 1,000,000 لغايه كام؟ 5,000,000. يعني 25% على اللي ياخد 1,000,000 وجنيه، واللي بياخد 5,000,000 الا جنيه، هم ال 25%. ما يزيد عن ذلك للأفراد ياخدوا 30% منه.
ظلم. لما تيجي تقرا الخريطه تلاقيك بتظلم ناس وجاي على الغلابه برضه، ومساوي ما بين مبلغ قليل قوي 45,000 لحد مليون، ومن مليون لحد 5 مليون في 4 مليون في النص، 4 مليون عدتهم، 4 مليون كان ما حدش شافهم، زيه زي المليون. طب ما تقف عند المليون وخلاص. ارجو من المشرعين، من الذين يناقشون هذا المشروع، انهم ينظروا بعين الرأفة ويحسبوها صح. واللي حد مش هتعرف تاخده من القليل، اللي بياخد كتير يدفعه. احنا في مرحلة لازم ناخد بالنا من الغلابة، لازم ناخد بالنا من اصحاب الدخول المحدودة، لازم ناخد بالنا من الطبقات المتوسطة والموظفين والاطباء الجدد والناس اللي بتاخد مبالغ صغيرة اللي عايزين يعيشوا. فارحموهم شوية وروحوا للي دخله كبير. لما بكون اخد مليون وتيجي تاخد منه 25% هعيش وهعيش كويس، واللي بياخد 5 مليون هتاخد منه 30% هيعيش كويس. مش لازم يجدد فيلا وشقق وعربيات، يعيش. احنا قابلين بشغله، انا لا اعترض على حد ياخد فلوس، بس ناخد منهم فلوس للبلد، ناخد فلوس بس نخفف على الناس اللي تعبانه، الناس اللي شقيانه، الناس اللي مش قادره، عشان تقدر توفر. طيب معايا مين؟ استاذه منال القاهره. اهلا استاذه منال. اهلا بحضرتك استاذ خالد. اهلا. دلوقتي انا عندي مشكلتي، امبارح انا كنت هموت بعيد الشر. انا امبارح اتحجزت في الاسانسير، انا ساكنه في الدور ال11، النور اتقطع عليا ما بين الرابع والثالث في الحيطه، حيطه كده قدامي، بقيت اقول يا حي مالك زيي، انا خلاص كنت خلاص اعصابي بقت خلاص مش قادره اقول لحضرتك حاجه. انا دلوقتي اشتكي لمين؟ اشتكي لمين؟ كل شويه يقطع النور علينا كده، اشتكي لمين؟ انا كنت هموت بعد الشر. عايز اقول لكم بس في اختراع جديد دلوقتي بيتباع، مش عارف بيتباع فين بالظبط، بيتركب في الاسانسير علشان الناس اللي ساكنه في ادوار واللي خايفين على اطفالهم. اتحاد ملاك العمارات يجمع من بعضه الجهاز ده، لما الكهرباء بتتقطع بيكمل للدور اللي هو طالع بيه، يعني ما بيعطلش ولا بيطلب ولا بينزل ولا بيطلع. بس لو انت فيه والكهرباء اتقطعت وانت كنت مسجل دور، هيوصل للدور ده بسلام بدون ما يقف في نص الطريق. سألوا على الجهاز ده، نشوف شركات مصرية تعرف تصنعه، حاجة كده تحل أزمة، ما عادش في عمارات بدون أسانسيرات دلوقتي. أستاذ محمد، أهلا أستاذ محمد. أستاذ محمد. طيب أستاذ مصطفى. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. خير بيه، مساء الفل يا فندم. مساء الخير يا فندم. ازي حضرتك؟ دلوقتي انا ساكن في منطقه عشوائيه، يعني منطقه سكنيه عاديه تبع عين شمس. عين شمس. طيب الكهرباء بتقطع وبتيجي وبتقطع وبتيجي، العيب فينا احنا ولا في الوزير ولا في المسؤول ولا كان يعني كنا عايشين ازاي؟ نعم. يعني لو العيب فينا احنا نصلحه، نحاول نشوف نصلح العيب فينا، العيب في الوزير يشوف الاخطاء بتاعته. يعني العيب فينا هنعمل ايه؟ هننور في الضلمه يعني؟ كنا زمان بننور في الضلمه ودلوقتي نغير نفسنا ولا نعمل ايه؟ لا يلغوها خالص، واحنا نعرف نجيب اللمبه الجاز بتاع زمان، واخد بالك اللي كنا عايشين عليها في الصعيد والكلام ده كله، عادي نعيشها تاني. هتلاقي جاز متاكد؟ ما والله يعني لا في جاز ولا في نور، امال في ايه؟ طيب في ستر ربنا ونعم بالله. بشكرك يا استاذ محمد. معايا مين؟ شروات. اهلا استاذ شروات. تليفونات. الو. اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ اهلا. هنستمر في الابتلاء ده لغايه امتى؟ يعني هننتظر صابرين على الناس دي لغايه امتى؟ انت الكهرباء منعكسه عليكي في ايه؟ خلينا في الكهرباء. ما احنا الكهرباء، ما احنا ده ابتلاء، اهو ده ابتلاء. الكهرباء ساعتين الصبح ساعتين بالليل وانا في السيده زينب، ايه اللي احنا هننتظر مستمرين في الابتلاء ده لغايه امتى؟ لحد ما ربنا يرفعه. اي ابتلاء بندعو الله ان يرفعه عنا. يا رب يرفع بقى، احنا ظلمنا فانظلمنا، هو ده. شكرا. اخر كلمه. شكرا استاذ شروات. استاذ ثروت. اهلا استاذ ثروت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. يا استاذ خير، هي المساله بسيطه ومحلوله. طب هي خلاص احنا ربنا بلانا بالبلوى اللي قلنا دول، خلاص ماشي مقتنعين بيهم. لكن انا بتكلم في حاجه بسيطه قوي، هي مش في شركات صيني في الصين بتقدر تيجي تعمل ايه؟ ده حد زعلان من الصين اتقطع عليه الخط ولا ايه؟ طيب استاذه اخلاص من اسكندريه، اهلا وسهلا. اتفضلي يا استاذه اخلاص. ايوه استاذ خير. اهلا يا فندم، مساء الخير. مساء النور. انا مش عارفه يعني مشكله الكهرباء دي بقت على دماغنا احنا كلنا،
الكهرباء بتقطع 9 ساعات في اليوم، بقيت جايبه ثلاجتين دلوقتي ودخلت لقيت الثلاجه محروقه. عشان الكهرباء لما بتقطع وتيجي مش منتظم. ضعيفه جدا. نعم. وبعدين يعني اخرتها عمرنا ما حسينا بالمواقف دي خالص. الكهرباء كانت بتقطع زمان بس ما بتقطعش بهذا الكم ولا بهذا الوقت. يا استاذ خيري ده صعب كده، والمحلات اللي بره الغلبانه دي هتعمل ايه في البضاعه اللي عندها؟ صحيح الثلاجات اللي بتعتمد على الكهرباء في مطاعم ومحلات، صحيح دي كلها خساره داخله البلد. نعم معاك حق، شكرا مدام اخلاص. استاذ خالد من الجيزه اهلا وسهلا. استاذ خالد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. خالد معاك، اتفضل يا استاذ خالد. حضرتك مشكله الكهرباء اللي بتنقطع يوميا بالنسبه لاولادنا اللي موجودين في المدارس سواء ثانويه عامه او اعدادي، الناس اللي بتمتحن ذنبها ايه؟ نعم يعني حضرتك دلوقتي الطلاب بتوع الثانويه العامه يذاكروا ازاي؟ انت عامل ايه في بيتك؟ يعني الاولاد بتخليهم يذاكروا على ايه؟ جايب كشافات ولا لمبات جاز ولا ايه؟ الكشافات حضرتك ما بتستحملش اما الكهرباء بتطلع 4 5 ساعات، بنولع شمع والولاد ما بيشوفوش ولا شمع. عايشين في جو رومانسي يعني. ده رومانسي جدا ساعات. طيب بشكرك استاذ خالد. استاذ سعيد اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا يا فندم. ربنا يخليك يا رب، الحمد لله. مش هطول على حضرتك كتير. قول لنا الكهرباء عندك عامله ايه؟ والله يا بيه ساعتك انا متزهزي، والكهرباء برضو انقطع 3 4 مرات في اليوم، والاولاد احنا بنمشي على كشافات وبنحاول باي وسيله يعني على اساس ان احنا داخلين على امتحانات ثانويه عامه وعندنا ثانويه عامه فنمشي نفسنا، لكن احنا عندنا مشكله اكبر من كده كمان. ايه هي؟ احنا لنا مزرعه بين القنطره شرق وبين المعديه 6. نعم. ماشي؟ ايوه. المزرعه دي حضرتك بقى زارعين طبعا فيها موالح وحاجات من كده. فالمشكله ان احنا عندنا الميه هناك النور طافي والميه ما بتجيش لنا، فالزرع مات منا. انت علشان الميه المواتير بتشتغل، مواتير الرفع بتشتغل بالكهرباء. مواتير الرفع بتشتغل بالكهرباء حضرتك. نضيف لكده بقى حضرتك الهيئه هناك ما بيعجبهاش عمل كباري الا في الصيف، احنا محتاجين الميه في الصيف، في كوبري هناك بيتعمل على الترعه فقافل علينا الميه، احنا بقى لنا 10 ايام زرعنا مات. الزرع بتاعنا مات على الترعة هناك موجود. المية قبل منا عند الطاروتي واحنا زرعنا احنا مات. شركة الجهاد وشركة. الأستاذ عبد الوارث أهلا وسهلا. الفنانة وفاء عامر أهلا وسهلا. مساء الخير يا استاذ خالد. مساء الخير يا مدام وفاء، ازي حضرتك؟ انا بشوف انا سامعاك من خلال التليفون انتوا بتتكلموا عن الكهرباء وانا بكلمك، والكهرباء في بيتي مقطوعه بتتقطع كل يوم من 3 ل5 مرات، وفي المره الواحده اتفاجئت بعم علي البواب بيقول لي اعملي حسابك كل ساعتين الكهرباء تتقطع 1.5 ساعة. طيب انا هتكلم كأم مش كفنانه، ابني بيرجع من المدرسه الساعه 5، على ما ياخد حمام ويلبس البيجامه بتاعته ويبتدي ياكل بياخد ساعه. علشان نيجي نشتغل عشان نعمل الهوم ورك بتاع المدرسه ونذاكر ما بنلحقش، لان الليل بيبقى دخل علينا والكهرباء بتبقى قاطعه. ابني الطفل الصغير بينام الساعه 1 بالليل، يصحى امتى؟ انا بقترح على وزير التعليم يقعد مع وزير الكهرباء ويطول له الفتره التعليميه بتاعه البتاع دي، طبعا شيء عبثي اللي انا بقوله ده مش هيحصل. يعملوا مثلا الدراسه بتاعه الابتدائيه 12 سنه ويعملوا الدراسه الاعداديه 15 سنه ويعملوا الدراسه الجامعيه، يخرج الطالب على التاهيل المهني عادل. يعني حرام اللي بيحصل ده. ايه ده؟ ايه ده؟ وبعدين المستشفيات اللي كل شويه نسمع ان في حد مات فيها، دي وده يعقل؟ بيشوفوا حل للمساله دي؟ حتى الولاد بيمتحنوا بتوع الثانويه العامه والاطفال دي يعني يتبني جسمهم ازاي؟ يتبني جسمهم ازاي؟ حرام. حرام ده كده كتير. وفي الاخر النهارده لقيت الجيران بيطلعوا يصوتوا في البلكونات وبيعملوا بقى مظاهرات، ومن خلال اول ما النور يقطع بيطلعوا يصوتوا ويزعقوا ويقولوا اللي هم عايزينه، وبيطالبوا كل الناس انها تطلع البلكونات وقت انقطاع التيار الكهربي. نعم بشكرك الفنانه وفاء عامر. معايا الاستاذ محمد من الوادي الجديد، اهلا استاذ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الكهرباء عامله عندكم ايه في الوادي الجديد؟ الكهرباء بتقطع كل شويه يا باشا، ولا يعني ولا حد عارف يذاكر، وانا في ثانويه بعد اذن حضرتك، ولا عارفين نذاكر ولا عارفين نقضي مشاورنا ولا عارفين نعمل اي حاجه، واحنا مش عارفين الاستاتار جاي منين،
وبعدين علينا ناس متغربين في القاهره برضو بيتصلوا بيقولوا برضو لا عارفين يذاكروا ولا عارفين يقعدوا هناك، سايبين بلدنا وسايبين حالنا ومش عارفين احنا المشكله اساسا فين ولا عارفين احنا نعمل ايه. فاحنا عايزين الحل، بس احنا قولوا لنا اعملوا كذا واحنا هنعمل كذا، احنا عايزين نشوف الحل فين. بشكرك يا استاذ محمد. الاستاذ التليفون الاخير انا اسف عشان وقت، الاستاذ عبد الوارث. اهلا استاذ عبد الوارث. استاذ خير رمضان. اهلا وسهلا يا فندم. استاذ خير رمضان يا استاذ خيري، بعد اذن حضرتك انجز المستشفيات حضرتك من الكهرباء بيه، لان الناس اللي بتخش تعمل عمليات حضرتك بتنتهي في العمليات. يا ساتر. اكتر المستشفيات بتاعت الناس الغلابه ما بيكونش فيها يعني محولات ولا جنريتور ولا حاجه. صحيح. ده بيكون حضرتك حتى الاجهزه اللي يعني الناس الكبار بيروحوا مستشفيات كبيره يبقى فيهم تحويلات في كل حاجه، لكن المستشفيات بتاعت الناس الغلابه حضرتك ده ما بيبقاش فيها، حتى لو فيها اجهزه بتبقى معدومه حضرتك. فانتز المستشفيات، بلاش الدكتور محمد مرسي يتحط له الكهرباء تشتغل عنده والمستشفيات تشتغل حضرتك يا فندم. بعد اذن حضرتك يعني معاك حق، معاك حق، معاك حق في كل كلمه، معاك حق. بشكرك جدا، ربنا يخليك يا فندم. شكرا استاذ عبد الوارث. بعض رسائلكم ضحكتني يا استاذ خيري. بمناسبه المرتب ال 3000 اللي مزعل حضرتك، انا ام مطلقه وعندي طفلين، وظفوني مع المنقطعين في شهر 8، مرتبي 130 جنيه وباخد نفقه 300، يعني المجموع 430. قولي نعيش ازاي انا واولادي، يعني معفيه من الضرايب عديتي طبعا. 430 دول ما يعملوش اي حاجه، ما ياكلوكوش عيش حاف، انا عارف. بس انا حتى بتكلم، حتى انت لازم دخلك يزيد وراتبك يزيد، ولازم الناس اللي المبلغ اللي انا بقوله ده، انا بقول حملوا اللي رواتبهم كبيره، حملوا وارفعوا النسبه، ولازم يتحملوا مسؤوليتهم في هذا البلد في ازمه زي دي. لكن اللي رواتبهم قليله لازم تزيد، واللي عايشين على قدهم لازم نحافظ عليهم. طيب، انقطاع الكهرباء معناه انقطاع الماء عن سكان الادوار العليا. ابو الوفا محمود ابو الوفا الشمان، ده الله يرحم ايامك يا مبارك. لا انا مقدمه على عداد نور، ده موضوع تاني. اتقوا الله، حسبي الله ونعم الوكيل. ابنتي في الثانويه العامه، اعمل ايه ومطلوب النجاح؟ النور بيقطع 5 مرات، بيقعد حوالي 4 ساعات. اتقوا الله. العزيز خيري، سير في طريقك. حاله الامس كانت روعه، ولكن دكتور ايمن علي لم يكن واسع الصدر. دكتور ايمن علي اخ عزيز له كل الاحترام. الاخوه اللجان الالكترونيه اللي انتم عارفينها عامله شغل رائع، واخده كلامي كله مقطعاه، تدعي علي بهتانا وزورا وافتراءا، وهذا ليس بجديد عليهم. ان انا قلت ان انا مش سعيد والمصريين مش سعداء بعوده اولادنا المخطوفين، تقطيع قص ولزق، لان هم انتوا عارفين ان هم بتوع دين، فعندهم دين، بيراعوا الدين وبيراعوا الضمير، وبيزعلوا من اي اختلاف في وجهه نظر او اختلاف في الحوار، وهذا ليس له شان بالدكتور ايمن علي، ولكن له شان بلجان الكترونيه ومواقع مش هقولها بالاسم اكراما لزملاء بيشتغلوا فيها ليس لديهم ضمير. طيب، عندي 4 مصانع ملابس، مواعيدي من 10 ل 8، النور بيقطع من 1 الظهر، اعمل ايه؟ انا سيد جولي من سكان محافظه بني سويف، تنقطع الكهرباء 7 ساعات يومين على 3 فترات متقطعه، رحمه بطلاب الثانويه العامه. انا معاشي 300 جنيه، هل مصلحه الضرايب تديني الفرق؟ واب ل3 بنات. يا عم خيري، اول حاجه في مشروع النهضه هو انقطاع الكهرباء. بيقطعوا الكهرباء علينا في مدينه نصر وسايبين البياعين في الحي العاشر سارقين نور كتير ومخليين المنطقه ظهر، مين المسؤول عن ده؟ في منطقه في مشكله في كهرباء منطقه كوفرتينا بعين شمس. عمرو، مصر كلها فيها مشكله. انقطاع الكهرباء في زهراء المعادي 5 مرات. نعمل ايه لو اتقطع على طفل في اسانسير؟ شيء مفزع يعني. والله العظيم انا عندي اكتئاب من قطع النور 4 مرات في اليوم. حد بيسالني هي الكهرباء بتقطع عند مرسي زينا خميس من البساتين؟ اللي اعرفه انها ما بتقطعش، جيراني جنب رئيس الوزراء ما بتقطعش عنده لحد ما ينقل ويروح الفيلا بتاعته. ما اعرفش، اشك ان الرئاسه او بيت الرئيس الكهرباء بتقطع فيهم، يبقى شيء غريب شويه. احنا بنهدر فيما لا يهدر، ونجتزئ ونختصر ونمنع في حق الناس. عايز اقول لكم، السيد المحترم الاستاذ العامري فاروق وزير الرياضه عنده 4 عربيات امن مركزي موجودين في ميدان المساحه، لان كان هناك تهديدات او مخاوف عليه من
بعض الذين ينتسبون الى الالتراس وليس كل الالتراس. نخاف على الاستاذ العمري فاروق، بس هل الامر يستدعي ان على مدى يومين يبقى في 4 عربيات امن مركزي عساكر نايمه في الشارع؟ هو وزاره الداخليه عندها هذا القدر الكافي من الجنود وسايبه البلد فاضيه والمحاور والكباري علشان توقف جنودنا في منطقه واحده بساعات طوال في الشارع؟ استاذ عمرو فاروق سهل قوي، 2 يقفوا يحموه، 4 يقفوا يحموه، مش 4 عربيات، 4 اشخاص وما فيش حاجه وما فيش خطر وما فيش موجودين هناك التراس ولا غيره، وحياه الاستاذ عمرو فاروق تهمنا وسلامته، لكن يهمني الجنود والعساكر المرميين في الشارع، بص لهم بصه، ويهمني الشوارع اللي مش لاقيين لها عساكر. طيب خلوني اختم بالاهم، الاهم هو موضوع سيناء وكله مهم. انا شايف الكهرباء مهمه زي الميه مهمه زي الاسانسيرات مهمه زي عسكر الامن المركزي مهم. النهارده الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهوريه استقبل بقصر الاتحاديه وزيري الدفاع والداخليه ورئيس المخابرات العامه، هنأهم وهنأ الشعب المصري كله بنجاح المرحله الاولى من عمليه تحرير المجندين المختطفين. المرحلة الأولى يعني أن هناك مرحلة أخرى، الرئيس أشاد بالمستوى المتميز لأداء تلك الجهات والذي أسفر عن استعادة المختطفين سالمين، وشدد الرئيس على ضرورة استكمال العملية حتى القبض على الخاطفين ومعاقبتهم وفقا للقانون وتطهير سيناء من جميع البؤر الإجرامية. عايز أقول لكم في قوات كبيرة موجودة في سيناء، قوات الشرطة بتقوم بدور مش منه البحث عن الهاربين الخاطفين المجرمين الإرهابيين، ربما في قوات تانية بتدور عليهم، ربما الصاعقة وقواتنا المسلحة بتدور عليهم، ربما. المعلومات التي لدي أن الشرطة النهاردة راحت الشيخ زويد، كان مساعد وزير الداخلية موجود، اجتمع مع القيادات، اتكلم معاهم، بيعملوا عملية تمشيط، بيبحثوا عن أسلحة، عن هاربين من أحكام، لكن ليس لهم علاقة ولا تكليف محدد بالتلاتة أو بال أنا آسف بالخاطفين الهاربين. الرئيس بيتكلم عن أن العملية مستمرة وبيدعو القيادات الى القبض على الخاطفين. نحن في الانتظار، احنا هنرتاح قوي، احنا سعداء جدا بما تم، سعداء بان مفيش نقطه دم اريقت، سعداء باولادنا اللي رجعوا بالسلامه، هنكون اكثر سعاده لما نستعيد هيبه الدوله، بان اللي يلعب في مناخير الدوله دي لازم يتمسك ويتعاقب بالقانون. السلفية الجهادية للسيد مرجان سالم الجوهري قال إن مفيش فايدة من الإفصاء عن الذين قاموا بخطف الجنود السبعة اللي تم تحريرهم أمس الأربعاء دون إراقة دماء، ولكن بيلتمس العذر، بيقول إن خطف الجنود من الممكن أن يكون رد فعل لظلم تعرضوا له، مطالبا الدكتور مرسي بالإفراج عن جميع المعتقلين المظلومين من أهالي سيناء. احنا بنطالب بالإفراج عن أي معتقل خارج إطار القانون واي مظلوم في اي حته، سينا وغير سينا. اما الاستاذ حسام الخولي سكرتير حزب الوفد فقال انه بالرغم من سعادته باطلاق سراح الجنود المختطفين الا انه بينتظر الاعلان عن القبض على الارهابيين. طيب خلونا اقول لكم شويه ارقام تخض الحمله اللي قامت بيها كم المضبوطات في يوم واحد. تم إحباط تهريب 14 صاروخ جراد بالمنطقة الغربية، ضبط 8 صواريخ مضادة للطائرات، 17 صاروخ أرض جو. احنا فين يا جماعة؟ احنا في طرابورة ولا فين؟ قبل تهريبها لغزة 17 صاروخ أرض جو، دول كانوا متشالين فين دول؟ في الجيب وكانوا رايحين غزة عبر الأنفاق وغيرهم. وضبط 60 طن أسلحة نارية، 60 طن أسلحة نارية جاية من تركيا. طب خرجوا من تركيا ازاي؟ ووصلوا مصر ازاي؟ وكانوا هيدخلوا الانفاق ازاي؟ وايه كم الاسلحه دي كلها اللي بتعدي من انفاقنا؟ واللي يعدي من الانفاق ده، استنى لما اقول لكم العربيات والنبي. ده حاجه جميله يعني. في نفس السياق، قوات حرس الحدود وقوات الجيش الثاني الميداني ضبطوا اكثر من 90 عربه وموتوسيكل قبل تهريبها عبر الانفاق بمنطقه رفح، منها 45 سياره جديده والباقي عربيات مسروقه. طب مش عارفين نجيب الضباط ولا الأمنة ولا اللي اتخطفوا ولا اللي قالوا انهم اتهربوا. لما عرفنا ان فيه 3600 عربية مسروقة دخلت غزة، ولما حصل تفاوض، وانا بقول معلومات، وراح مسؤول المخابرات المصرية
يتحدث مع مسؤول في حماس. قالوا له ايه؟ اصل العربيات دي تدفع فيها فلوس، ادفعوا الفلوس وخدوها. الناس اشترتها، ناس اشترت عربيات، سرقوا عربيات وعدت من مصر وراحت هناك، وجاي بقول لك دي العربيه ببياناتها والعربيه مسروقه. طب دي 45 عربيه تاني. يلا عربياتكم بتتسرق، عرفتوا جزء كبير بيروح منها فين؟ زو. بعد الفاصل السيد المستشار احمد سليمان وزير العدل في حوار خاص، ونلتقي غدا ان شاء الله.